صباح الخير. بداية اليوم نحن دائما بنسعى لحتى نكون بالمكان اللي بنتمناه ومنريده بغض النظر عن كل العقبات. هون بقى نصير أشخاص ناجحين. من يريد يستطيع حتى لو كان شو ما كان وحتى لو طلعت كل عوائق الدنيا بوشه، لكن هو إذا أراد فاستطاع وصار قادر. اليوم معنا ضيف قدر أنه يحقق ألقاب عالمية وقدر أنه فعلا يثبت نفسه وجدارته وقوته البدنية رغم بعض المعوقات اللي ما كانت معوقات بالنسبة له. لنحكي عن تجربة شخص مقاوم بكل ما تعنيه الكلمة وناجح بكل ما تعنيه الكلمة وبطل عالمي. معنا اليوم زياد أندرون لحتى نحكي عن بطولاته وخاصة برفع الأثقال اللي هي طبعا بطولة رياضات خاصة. خلينا نقول صباح الخير يا زياد. صباح الخير. صباح النور. أهلا. كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. صباح الخير زياد. أهلا. يعني ألف مبروك الإنجاز العظيم اللي حققته. الله يبارك فيك. زياد، بداية خلينا نحكي عن بداياتك الرياضية برفع الأثقال. بلشت من 2007 بإشراف الكابتن والحكم الدولي عمار الشيخ. هو ساعدني كثير بهالمجال وكثير كثير وقف معنا بالتمارين وكذا، ورحت طلعنا معه بطولات خارجية وحققنا مراكز وهيك. حلو كثير. هلا زياد، بس للأشخاص اللي ما عندهم اطلاع وما عندهم فكرة شو هي الرياضات الخاصة أو شو هي بطولة الرياضات الخاصة، يا ريت تحكي لنا عنها وتتوسع فيها أكثر، كيف تمت مشاركتك فيها؟ هي الرياضات الخاصة قلنا نحن عن طريق الاتحاد الرياضي اللجنة التنفيذية في قلنا شو اسمه رياضات خاصة مكتب تنفيذي بيشاركوا فيها مثلا ألعاب. فيها شو فيها أكثر الألعاب؟ ألعاب مثلا بيمبون، سباحة، أثقال، سلة، وكله عم ياخذوا مراكز كويسة وهيك. حلو. كيف كانت مشاركتك الأولى بهذا بهي البطولة؟ يعني أول مرة هيك زياد حب إنه يشارك، كيف مين خوله إنه يشارك؟ مين شجعك؟ كان نقول المدرب بالمرتبة الأولى عمار الشيخ، وزوجتي وأهلي وأصدقائي. طيب زياد، خلينا نحكي عن هيدا النوع من الرياضات الخاصة، قديه مهم اليوم نحن يعني فعلا ننظم هيدا الرياضة، نقدم كل أنواع الدعم المناسب لها. هي بدها تنظيم بحيث أنه يكون عندك وقت فراغ شي ساعتين باليوم، ثلاث ساعات. ومن شان الاكل والغذاء مهم كمان. والنوم. في نوع معين من الغذاء بهيدي الرياضات؟ تماما. في لازم واحد ياكل بروتين اكثر كذا هيك. وساعات التدريب قد ايه؟ يعني ساعتين باليوم بكفي. كافيين باليوم؟ كافيين باليوم، ساعه كافين. ساعتين باليوم كافي. وانت زياد كل يوم تتدرب ساعتين؟ انا ثلاث ايام بالاسبوع. ثلاث ايام بالاسبوع. هلا خلينا كمان نكون يعني ساعات تدريب وين بتتم، كيف بتتم، هيك اشرح لنا اكثر عن هاي المواضيع. بتصير بملعب الباسه في صاله المعاقين وجرحى الجيش. نحنيك بنتدرب، بتدربوا معنا كمان جرحى الجيش وهيك. هلا يعني مثلا زياد، اي شخص مثلا عنده نوع من الاعاقه وحابب انه يشارك بهيك بطوله او حابب انه يلعب هيك رياضه، قادر انه يشارك وبشكل عادي وطبيعي؟ يعني ما في اي مشكله بالموضوع؟ ما في اي مشكله، بس اعاقته تكون حسب كل اعاقه الى مثلا لعبه معينه. بس ما معقوله مكتوره ايده مثلا يلعب حديد او لا، طبعا بيلعب بينبون مثلا هيك. مثلا اي توجه رياضي بحبه، اي شغله بحبها بيستمر فيها وبيبدع فيها ان شاء الله. وهون زياد بدنا نحكي عن الاراده اللي حكى عنا زميلي يزن بمقدمته، قد ايه مهم فعلا الشخص يكون عنده اراده ليحقق اللي هو بده شيء رغم كل المعوقات والمصاعب اللي بتواجهه بحياته. هي اهم شيء الاراده والصبر والتصميم على الشيء. يعني اذا ما في اراده ما في صبر ما في تصميم، ما مستحيل تنجحي باي شيء. حلو كثير. يعني زياد اذا سمع في بطوله للرياضه بالصين بتروح عن جد. يعني هذا هي لانه هلا عم نحكي قبل الهواء عم تقول لي بطوله وطالع يعني هي الروح الحلوه هي من وين استمديتها؟ يعني مين هيك بيعطيك الدافع الاقوى؟ خلينا نقول نفسك، شو بتفكر، شو بيخطر لك دائما هيك يكون عندك هي الاراده؟ يمكن عيلته. عيلتي، الأهل، الزوجة، الأصدقاء، المدرب مثل ما قلت لك. المدرب دائما بيحفزنا أنه نتدرب وهيك.
كابتن عمار الشيخ. بيكون المحيط فيك قد ايه بيكون سعيد وفرحان لما بتحقق انجاز من هي الانجازات الرياضيه اللي انت عم تحققها بشكل دائم؟ كثير بيكون شيء كويس للبلد ولكل شيء، وقت واحد بيرفع علم سوريا برا البلد. وانت قد ايه بتعطيك حافز لقدام حتى تشارك كمان ببطولات قادمه؟ كثير كثير في تحفيز وتشجيع في الحياه بشكل عام، كرياضه الرياضه حياه يعني. صحيح. الرياضه حياه. زياد نحكي عن هي الصوره. هي كانت بالاردن 2019 اخذت المركز الثالث. حلو. هي البطوله كانت اخذت المركز الثالث فيها من كم سنه؟ هي صار لها 2019. هي 2019. 19. تمام. يعني معناتها في عندك كان بطولات، وهي كانه موجوده هي بخرفكان بالامارات بخرفكان. شو المرتبه اللي حققتها بهي البطوله؟ كمان ثالث. كمان ثالث. كمان المركز الثالث. قديش حلو انك تختلط بناس واشخاص يعني عم يلعبوا رياضه بحب هيك، شو كان يعني شو اضافت لك هي المسابقات خلينا نقول او هي البطولات؟ حب يعني السفر وحب التميز والاصرار كمان ثقه بنفسك اكثر ودافع والشغل وكل شيء بتعطيك تفكير نعم حلو. ولما هيك بتنخرط مع هيك اشخاص يعني كمان مثلك عندهم هي الاراده وهي التصميم، قد ايه انت اليوم بتقدر فعلا تاخذ قوه منهم؟ لكن نحن بنشجع بعض يعني بالنهايه. اي واحد بيشوف الثاني يعني بيقول يلا بصير مثله ان شاء الله، بطمح له يعني بيعطيه حافز لقدام كرمال يكفي بحياته. لكن انا بشجع كل المعاقين وبشجع كل شرح الجيش، واي واحد عنده اعاقه او اي واحد عنده اي مرض اي شيء، انه ما يستسلم للمرض، ما يستسلم لشيء، يضل يسابر باي شيء حتى يوصل. حلو كثير. يعني دائما فرحه النجاح بتطغى على كل شيء. يعني الواحد وقت يشوف بوشه انه في نجاح فبينسى المتاعب، بينسى كل شيء فيه. تمام. وبيمشي. تحكي لنا عن هاي الصوره كمان. هاي انا والكابتن عمار الشيخ، هذا المدرب الوطني للمنتخب. حلو. مدرب له تحيه كثير كبيره. وين كنتوا هون؟ هون بخرفكان قبل اللعب. هيدي هون قبل صاله الاحماء. هون بيصير في تجهيزات. هي لكن صاله الاحماء كل لاعب له كرسي عمي. وشو التعليمات اللي بيعطيكم اياها المدرب قبل ما تروحوا على المسابقه؟ يعني باجزاء او ثواني او دقائق، شو بي يعني اخر شيء شو بيقول لكم؟ يعني مثل واحد دارس خلص. اللي درسوا يقدموا. لكن مثلا انا مثلا بشيل مثلا 160 كيلو، ما معقول والله شيل 170. خلص عندك 160، تلعبي على المجال اللي عندك. بيعطيكم على تحفيز يعني ودعم على هالامكانيه اللي عندك. هلا ويعني هيك نوع من الالعاب بحاجه لقوه بدنيه كثير كبيره، يعني هي تكون بحاجه دائما لغذاء يعني هي الامور. نحن هيك المتعودين يعني بشكل عام انه في نظام غذائي معين، في نظام ساعات للتدريب معينه. انت قادر انه دائما يكون في عندك هي الامور وهي الترتيبات لحتى تنجح بهي اللعبه، او لا مكتفي بعدد معين يعني اللي هو ساعتين قلت لك بالاسبوع او مرتين بالاسبوع؟ ثلاث مرات بالاسبوع. طيب قبل البطوله ما لازم يكون في تكثيف على الموضوع؟ تماما لازم يكون في تكثيف، حتى الوقت يعني لازم 4 تمارين بالاسبوع، 5 تمارين. هي قبل البطوله؟ قبل البطوله شي بشهر شهرين. مشاركتك الاخيره كانت بجرح الجيش، احكي لنا عن هي التجربه. كانت البطولة مقامة بحمص. كان كمان اللي منقطع من قبل الزلزال وهيك منقطع عن التدريب زيادة؟ منقطع عن التدريب نهائيا يعني. بعدين قالوا في انه في جرحى اذا بتحب تشارك وهيك، انه ان شاء الله بنشارك، وشاركت الحمد لله. يعني رغم هيدا الانقطاع؟ رغم الانقطاع وكل شيء ما تدربت يعني تمرينين ثلاثة. كمان جبت مركز ثاني بغير وزني. كان وهيدا قد ايه هيدا عطاك حافز اكثر لقدام، انه يعني بعد انقطاع طويل قدرت تحقق مركز انت عم تطمح له؟ يعني صار سهلة طالما انا بطل دولي، مشاركات محلية سهلة عندي. صحيح. يعني اليوم زياد في كثير اشخاص سواء كانوا عندهم اعاقة او ما عندهم، هن متقاعسين بحياتهم اليومية، ما بيقدروا بيساووا شيء نتيجة اعاقتهم العقلية الذهنية، هدول الاشخاص شو بتوجه لهم رسالة اليوم من منبرنا ومن هون؟ يعني اهم شيء الواحد يفكر بالعالمية بالطموح لحتى يوصل لاي شيء بده. إذا بده يضل قاعد على مستوى مثلا حي أو على مستوى ما بده يوصل لمحل.
كمان في قصة دارجة كتير يعني هلا هالفترة، ممكن بسبب الظروف اللي عم نمر فيها، أنه الشخص نحن عنا عقول وعنا قدرات نحن كسوريين، ولكن دائما بنوصل لمرحلة بناخذ اللي بدنا اياه خلص وبنوقف، ما عاد بنكمل، يعني ما يعني بناخذ هالجائزه او بناخذ هالبطوله او بناخذ هالشيء خلص بنكتفي فيه. قديش غلط هاي الفكره؟ بجوز هون زياد انت انا كمان كمان لازم اقول لك هذا الكلام، كمان لا توقف لانه نحن بانتظارك، لانه انت كشخص بترفع لنا راسنا، فنحن ما بدنا يعني الاشخاص اللي مثلك بهذا التميز ان يوقفوا عند هاي النقطه. كمان انا انقطعت لظروف العمل، لظروف المعيشه، لظروف اخر سنتين ثلاثه كان بعد الكورونا صارت يعني كل شيء انه كل شيء انقلب بتغير الموضوع صح. على الكل ما بقى انا يعني مثلا حتى البنزين حتى الكذا ما فينك تتواصل دائما على التمرين، يعني بدك تخفف اجباري. لكن يعني يزن لكل حصان كبوة، لازم هو بعد هاي الانقطاع رجع ورجع بقوة كمان. حلو، هذا الشيء اللي بدنا اياه، انه ما نتوقف، بالعكس هاي الظروف خلاص بنروح ماشي بنحاول دائما يعني بالعكس يعني نلاقي حلول للامور اللي ممكن نحن ان شاء الله ان شاء الله يا رب. زياد يعني اولادك وزوجتك لما بيشوفوك عم تتحقق هاي الانجازات العظيمه قد ايه بيستمدوا قوه منك؟ كثير والله انا بشجعه لابني كثير، وهلا اخذ ابني المركز الثاني على مستوى سوريا بالحساب الذهني. كمان هو رياضي وبطل؟ لا حساب ذهني، حساب ذهني صف تمام. اول تمام ما شاء الله. شو اسمه؟ اسمه وليد اندروم. وليد بدنا نوجه له تحيه لوليد، وان شاء الله في صورته بعد لكم صورته. اذا صورته موجوده هلا اذا موجوده بيعرضوا لنا اياها. طيب قديش هيك بتحس كمان كرمه مدير التربيه ما شاء الله عنه، يعني عنده قدرات عقليه كبيره كثير. الحمد لله تشوفوا باعلى المراتب يا رب. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. يعني اليوم شو طموحاتك لبكره للمستقبل، سواء على صعيدك الشخصي او حتى على صعيد الرياضه؟ انا بحب دائما ان شاء الله تكون الامور بخير وجيده ان شاء الله، بس مثل ما قلت لك بشكل عام الوضع الاقتصادي والوضع الكذا عم يعيق اي ما بس يعني انا بشكل عام كل صحيح. المجتمع كل على المجتمع الناس جميعاً. كل المجتمع ان شاء الله. طيب يعني خلينا نحكي، انت بكل بطولاتك حققت المركز الثالث اغلبتهم، كيف عم تطمح للمركز الاول؟ يعني انه قد ايه معناها لازم تشتغل تتعب على نفسك حتى تحقق هيدا المركز؟ هو ما في شيء مستحيل، بس صعب أكيد. كامكانيات عندنا نوصل للعالم العميق. صعب من اي ناحيه؟ من اي ناحيه؟ مثلا اللاعبين برا عندهم مثلا تمرين اقوى، مثلا بتدربوا اكثر، عندهم مثلا علاج اذا صارت معهم اصابات رياضيه، عندهم مثلا بالتمرين، عندهم وجبات، عندهم كل شيء، عندهم متامل لهم، عندهم نظام غذائي، نظام صحي، نظام كل شيء، عم يتدربوا برا سوريا. صحيح، ونحن هون بنملك الاراده، بنملك بس الاراده والتدريب. بس كافيين نوعا ما لحتى على القليل الشخص ينجز لحاله ويكفي لحاله. طيب هون اذا بدي اسالك، بس نحن ممتاز يعني المركز بالنسبه تماما يعني يزن انا بقول ضمن الامكانات اللي ضمن الامكانيات ممتاز انه جايب التتالي. شو انا وكيلك يعني الشيء اللي عم نحققه ضمن الامكانيات المحدوده لازم نحط لنا هيك تمثال، لانه شيء عظيم اللي عم نساويه وشيء بيرفع الراس. هون زياد بدي اسالك عن الاشياء العظيمه اللي ساويتها انت، شو اكثر التعليقات او شو اكثر الامور اللي هيك كانت عم تعطيك دافع من الاشخاص، من المدربين، من رفقاتك حتى، شو اكثر الامور؟ يعني شو اكثر كلام اجا، تعليقات ايجابيه، شو كانوا يقولوا لك؟ في ناس حاولت هيك تفشلك شوي؟ لا والله بالنسبه لاصدقائي ومعارفي كلهم بالعكس بيشجعوني وكذا، بيحبوني لله. وانا يعني ايجابي بالمجتمع كثير الحمد لله، والي يعني محبين كثير وهيك وداعمين لك. الحمد لله الحمد لله. طيب زياد كلمه اخيره حابب تقولها؟ بشكركم وبشكر كل من وقف جنبي وبشكر الرياضيين وبشكر كل يعني وزملائي مثلا باي مجال باي حدا ساعدني باي شيء. وهون كمان كونك بطل عالمي بدنا منك كمان كلمه اخيره تكون البدايه للاشخاص اللي عم يشوفوك حاليا هيك تطلع بالكاميرا هون، ليكون الاشخاص اللي عندهم اعاقه خايفين ما عم يطلعوا ما عم يتجرؤوا يعملوا رياضه ما عم بيساووا شيء، كلمه منك خليها هاي الكلمه الاخيره تكون هي البدايه والمفتاح لهم. تفضل. بدهم الاراده والتصميم والعزيمه اهم شيء، والصبر على اي شيء حتى يوصلوا لاي شيء بدهم اياه، مش شرط رياضه، اي شيء مثلا صحيح حتى ينخلطوا بالمجتمع او اي شيء. شكرا كثير لك زياد اندرون، بطل عالمي برفع الاثقال بالرياضات الخاصه، كنت معنا اليوم وزينت صباحنا لليوم. شكرا كثير لك.